نروح بقى لوزارة الشباب والرياضة والوزير النشيط الدؤوب اللي كل يعني شوية الحقيقة بنلاقيه موجود بيدعم رياضة ما أو رياضيين ما في مصر. امبارح شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي للإعلان عن أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية في مصر. إيه الحدوتة؟ إيه التفاصيل؟ تعالوا نتعرف عليها من خلال التقرير ده، اتفضل. عملنا او في اتحاد مصري للرياضات الالكترونيه، وطورنا هذا الاتحاد ان هو يكون مع الشركات العالميه ان احنا ازاي نعمل الموضوع في شكل رياضه وشكل تسابقات رياضيه بشكل اكبر، زائد الجانب الاقتصادي، لان زي ما قلت المحدد رقميا 1.6 مليار حجم التداول في الرياضات الالكترونيه داخل مصر. فبالتالي من هنا الاتحاد وظيفته ان هو يقنن هذا الموضوع وينشر للرياضات الإلكترونية، ويكون هناك تسابقات ودوريات بشكل كبير جدا تاخد من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه الإيجابي في شكل رياضي. 1.6 مليار ده حجم التداولات والدفع الإلكتروني في داخل مصر للألعاب الإلكترونية. فبالتالي احنا كمان ننمي هذه الأرقام الاقتصادية الداخلية اللي موجودة بشركات وطنية وتعاون مع شركات عالمية، وده هيتأتى من خلال هذا الاتحاد، اتحاد المصري للرياضات الأولمبية. احنا مينلي يعني فري فاير از لعبه او جرينا فري فاير، هي في الاساس تعرف هي لعبه العاب الكترونيه، واحنا في الفتره اللي فاتت دي كان عندنا توجه كبير ان احنا نركز على السوق المصري ونبدا نعمل انشطه مختلفه. حاليا يعني الغرض الرئيسي من المؤتمر ده انه احنا بنعلن عن اللي هو توقيع اللي هو مذكره التفاهم ما بيننا وبين الوزاره وما بين الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه، والغرض الرئيسي ان احنا نبدا نعمل انشطه كتير في الارض الفتره الجايه. اهم يعتبر حدث بالنسبه لنا وحاجه يعتبر كبيره جدا بدانا بيها في مصر اوريدي بقى لنا اكتر من اسبوعين، كانت بطوله باتل اوف ايجيبت. وزي ما شفتوا كده في العرض التوضيحي ان اوريدي في خلال البطوله دي شارك معانا اكتر في حدود 16000 لاعب او 16700 من الشباب المصريين، كلهم اعمارهم تتراوح من 13 سنه لغايه 43 سنه، فكان في اختلاف كبير في المراحل العمريه اللي شاركت معانا. في نفس الوقت البطوله دي شارك فيها ناس من اكتر من 8 محافظات، مش بس القاهره والجيزه، لا القاهره، جيزه، اسكندريه، منصوره، ومحافظات كتير. واوريدي احنا كنا عملنا يعني يعتبر تصفيتين في خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله النهائي بتاع البطوله هيبقى يوم 3/9 السبت الجاي بحضور 50 لاعب، يعتبروا احسن 50 لاعب في مصر، وكلهم بيتنافسوا طبعا على جوائز ماديه يعني مجموعها 500,000 جنيه. كل الارقام اللي بتسمعيها من جوائز واعداد وملايين ودولارات دي كلها بياخدوا تراخيص من الشركات اللي زي دي عشان يعملوا بطوله باسمهم. المره دي احنا اختلفنا، مصر ال 100 مليون 70 مليون شاب 40 مليون على الاقل بيلعبوا بطريقه منتظمه. قدرنا نعمل اتفاقيه مع صاحب اللعبه او الشركه منتجه اللعبه، يعني زي لعبه فيفا وانتقالات النادي الاهلي بتمتلكها شركه اسمها EA مع الاتحاد الدولي لكره القدم، عشان كده اسمها فيفا. تخيلي بقى ان الشركه اللي زي دي هي صاحبه فري فاير، هي اللي جايه تنظم بنفسها معانا مع الاتحاد المصري بسبب الاعداد اللي بتشارك من مصر وبسبب التسهيلات اللي معالي الوزير واستقبالهم. الكلام ده من قبل تاني يوم رمضان، يعني مش قادر انسى التاريخ عشان كان تاني يوم صيام في رمضان ومعالي الوزير وقعدنا فتره طويله، وتمهيدا ان احنا نوريهم قد ايه السوق بتاعنا كبير وعندنا رياضه قويه وأندية قوية وإحصائيات غير عادية، يجوا يشوفوها بنفسهم وانبهروا بيها، عشان يبقى كده في لعبات مصرية، في برمجة وتطوير لألعاب إلكترونية مصرية تخش معاهم بعد كده في كل بطولات العالم، وهم يدربوا أولادنا على البرمجة كمان.